حنا في الحزب الاشتراكي الموحد كما تعلمون هذا حزب ديمقراطي وكيشتغل بالمؤسسات ديالو وعنده قانون اساسي وعنده قانون داخلي ونحن نحرص على احترام القانون. فالقانون يقول بان الامين العام عنده الحق في ولايتين، وهذا لا يعني ان ولايتين ضروريتين، يمكن يدوز ولايه واحده واذا لم يعني ما قامش بالعمل اللي كانوا كينتظروا منه الرفاق ولا ما تبعش الخط ديال الحزب يمكن الاستغناء عليه بعد ولايه واحده وربما حتى تنحيه الى ما قامش بالعمل ديالو خلال الولايه الاولى ديالو. ولهذا انا يعني جد فخوره بقياده هذا الحزب العتيد اللي بناه الرفيق المجاهد بن سعيد ايت الدرو معه تلة من مناضلات ومناضلين المعروفين على الصعيد الوطني بالشرف ديالهم والاستقامه ديالهم. انا عملوا فيها الثقه لمده يعني مرحلتين وهذا شرف كبير ليا. كنتمنى انني نكون ساهمت بقسط ولو متواضع في استمرار هذا الحزب بخطه الممانع وب يعني الاسس التي بني عليها واللي اليوم تجسدها مره اخرى الشعار ديال المؤتمر ديالنا اننا نناضل. احنا حزب يساري نناضل من اجل الشعب لنصره هذا الشعب باش يوصل للمواطنه الكامله ويخرج من الوضع ديال الرعيه المستعبد ومن اجل يعني انه تعم امكانيه العيش الكريم والتنميه في كل جهات الوطن اللي هي مهمشه. نحن نناضل من اجل وطننا هذا الوطن اللي اليوم كنأكدوا على انه لا بد لنا من ان ندافع عنه، ماشي فقط على الوحده الترابيه ولكن على السياده الوطنيه وعلى استقلال القرار ديال الوطن ديالنا باش نبقاو حنايا حنا اصحاب القرار غدا في كل الاختيارات التي نقوم بها وندافع عن الديمقراطيه، لان الديمقراطيه هي المدخل لكل بناء ولكل تنميه. لماذا نقول هذا؟ لاننا نرى ان حتى في العالم المتقدم هناك تنكر الديمقراطيه، اليوم شفتوا في دول الغرب تنكر الديمقراطيه، ان رؤساء توضع لانه كاين من يدعمها ماليا حتى تصل الى سده وبعد ذلك تخضع للمؤسسات ما فوق وطنيه اللي هي تدير العالم. وهنا فين كنلقاو رؤساء ديال الاحزاب اللي هي يعني شريفه في الغرب كتقول بانه تم ضرب السياده الشعبيه، يعني واخا كاين ذاك الواجهه الديمقراطيه ما كاينش، ولهذا حنا ندافع عن الديمقراطيه ونعتبر ان بلادنا لابد لها من ان توضع على السكه ديال الديمقراطيه باش يمكن لنا اننا نحلموا تكون عندنا جهويه حقيقيه، نحلموا اننا نحافظوا على سيادتنا، نحلموا بانه غادي نوفروا العيش الكريم. ولهذا هاد الولايتين دازوا بسلام، وانا اول كلمه كنت خديتها في البدايه قلت لهم الله يخرج سيرفيسنا على خير، كنتمناو سيرفيسنا يخرج على خير، يعني رغم الصعاب حنا انطلقنا من قراءه كبيره ديال اليسار في العالم وكذلك قراءه شجاعه ونقديه لتجربتنا باش نحدوا المسؤوليات باش ما نبقاوش في الترددات وما نبقاوش في الفرص الضائعه. ولهذا غدا ان شاء الله هذا الحزب غادي يكون عنده امين عام او امينه عامه، المؤتمر سيد نفسه هو الذي سيختار. حنا دابا تكلفنا باعداد الاوراق ديالنا والنقاش ديالها ووصلنا لهذه المحطه ديال المؤتمر يعني بهدوء رغم بعض الصعاب اللي يمكن البعض كيدخن منها، ولهذا راه غادي تعرفوا في ابانيه. حنا المؤتمر ينتخب مجلس وطني و15 يوم من بعد هذاك المجلس الوطني يلتئم باش كيشوف شكون هو الامين العام وشكون هما الاعضاء والعضوات ديال المكتب السياسي واللي غادي يحرصوا يكونوا نساء ويكونوا شباب.